بكلام وزير التربيه يقول هم العمود الفقري للعمليه التربويه. هذا اذا انا العمود الفقري، زين ما توصفني، زين هسه انا يا ست، انا اليوم من الظاهر صار اليوم 6 ايام ما شفت، اليوم اجى واحد وقال خل حل على شنو طالعين ذول؟ شو يريدون؟ زين انا هسه اليوم غالق مديريه التربيه بكل فروحه، وكذلك مركز المحافظه، وان شاء الله خطوتنا يوم الاحد اذا ما صار ونصفونا نتوجه نغلق المدارس. يعني هذا الموضوع خلي يصل وكل تسمع صوتي، نتوجه لاغلاق المدارس، لان انا حقي مسلوب وانا اريد حقي، وحقي الناس اللي شارعوا لابد انه ان نصف هاي الموازنه. كنا امل انه بالموازنه العفو الجلسه اللي فاتت انه الاسبوع المقبل ينصفونا، وبالتالي وزيرنا الحمد لله والشكر ما اعرف انا اريد اسميها يقول حديده عن الطنطر يجي يقعد ما، ولا كانه ما احنا تابعين له ويطالب حاله حال باقي الوزارات. انور انت بدك تحكي عن نفسك بس ام عن عدد معين ام عن جميع محاضري بابل؟ يعني بابل اليوم تقول انه ماكو نص السنه اذا استمر الحال هيك. يعني مو مثلا محاضري بابل، وانا الان من خيمه اعتصام بابل والكل موجودين اخواني، وهذه الخطوه خطوه مشتركه مع باقي المحافظات ليس فقط بابل. انا احكي لك عن 12 محافظه.